والله اللي مع عربية الأطفال اللي دايرة خط روح فيها آخر شيء. صباح الخير، ان شاء الله طالع انا من قاربش باتجاه تيتشي اللي تبعد عن قاربش اكثر من 3 ساعات بالسياره. طيب قبل شوي توقفت الشرطه، وقفتنا قبل شوي، طبعا وقفتنا مع مجموعه ما واحده، كان جنبنا المان ويسارنا بعد المان، فطلبوا الوثائق. ولما يحصل موقف زي كذا لا تنتبه ولا شيء، تعرف انك رسمي تاخذ بطريقه رسميه وتاشيرتك سليمه وكل شيء. طلب مني رخصه قياده لاني كنت مساجر سياره، سالت مساجر الاعلام وجوازات السفر والعقد، هاي كلها لازم تكون جاهز عندك وحاطها في الدرج، والامور عاديه ما عندي مشكله ابدا. وين جاي وين رايح؟ وكم تجلس هنا في المانيا ومتى طالع منها؟ فالامر كله بسيط وكويك وعلى قولتهم خليك بارد ولا تضرب ولا شيء، كله بالسليم. عن البطاقة هذه، هل كل واحد عنده يعني الفنادق اللي موجود عندها بطاقة هذه؟ فكان مو كل واحد، هذا على كلام طبعاً، يقول فنادق عن فنادق تعطيك الكارت هذا، والكارت هذا يدخل كثير من الأماكن السياحية خلال وجودك هنا، ووسائل أو وسائل النقل اللي موجودة هنا. شيء كراودد بس مو بشرط تكون حلوة. يسوون صجة ولجة في أي مكان يدخلونه، طيبيهم يلعبون فيف. هاي اللي تو هنا شكلهم كويتيين من خوان الملك. السلام
أي أماكن ثانية كذا حقت أنا ذي قبل الخبز اللي هذا هو الخبز اللي جاء ماني هذا كنت عبس تقريبا في دار بعيورة أصل أي أماكن ثانية كذا سوبر ماركت على البحر فأكيد إنه بيختلف سعره عن اللي جوا أحب تتمشي نشوف ربع هذا الربع طبعا لو تنزلون تحت عند البلاك فورست تلقون هذه هذه العسل 6.5 تلقونها ب 4.5 او اقل بعد زي هذه شوفوها تنفك هديه لها قد العسل ان شاء الله راح احط لكم افضل اماكن بيع العسل هناك شوف نفس الشيء زي كل سيارة تكون خلف هناك أو في واقف تحت وتجي هذا كلها بس إن شاء الله تخيل لك هذا الجيران جدا فيها ناس كلهم نفس الشيء الشقق هذه ساكن فيها مطلين على الله احنا سيارتنا هنا موقفينها والسكن حقنا هنا عند في الشيء يعني دور الواحد ياخذ 3 غرف ونسمع بعدين ان شاء الله احط لكم الرابط شوف شلون البحيرة جميلة بعد بس لو قصينا الشجر اتوقع يطلع احلى بس طلع البحيرة كاملة على طول المهم المكان رايق كيف نجرب الحين نشوف بس من شكل الناس والزحمة عليه شكل زين كافي بيكر بوريكم من شكل الحين وتأتي إلى مدينة راست مدينة الملاهي في فيها يوروبا بارك تبعد عنا حدود الساعة في دبي إن شاء الله في توب 5 على قال الكلاسيكي اللي أعطانا أمس إن شاء الله نترك الله هذا طبعا طريق هذيك اللي قدامنا الآن البحيرة هاي راست
شوفوا نايس. Is the breakfast tomorrow here? Yes, it's fine. اسبانيا، انجلترا، فرنسا، يعني فيها اقسام. نشوف حتى الاعلام الاسباني اكثر اعلام اسبانية. طيب هذا التطبيق حق يوروبا بارك. هنا تضع مفضلاتك، يلعب مفضلات، وهنا اذا تبحث عن شيء مجرد هذا الحين طبعا يعطيك اقرب شيء لك. اقرب شيء لك يشوف حتى يحدد لك بعد الوقت. بس لازم يكون عندك نت. وين تبحث عن اي شيء تبيه مثلا؟ اذا بغى لقيته خلاص اوكي. اذا لقيته وقف عليه اوكي شوف مثلا ادفنشر بلاي جراوند، لان يدخل نعطيه غير ادفنشر. الماجيك سينما مثلا. طيب ماجيك سينما شو يقول لك؟ انه يبعد عن 604. مجرد انك تضغط كذا يوديك له. تضغط الثاني مره شوف يوديك له. بس قد بس طبعا هو لازم يكون النت موجود. بس الامر سهل وشوف حتى اي شيء حولك تقدر تعرف ايش هو مثلا هذا وش هو. شوف المينيمم ايج كم اطوال يحدد لك كل شيء عنه. ويفتح في الصيف وفي الشتاء يعني. حتى بعضها يعطيك كم ساعات اذا كان في انتظار طويل يعطيك ساعات الكراتم كم انتظارك في هالمكان. عندك برنامج نقول في انك تيجي انك تدخل قبل الناس بنص ساعة. هذا المدخل هذا الدار الجزء الاسباني، الجزء الاسباني طبعا فيها طبعا فيها لعبة الساعة. والتطبيق اللي اساسكم اياه هي فيه بعد يجي طاري يذكرون الكاميرا طبعا وتعرض الشيء وشو هذاك بعد قطارات.
الأطفال. السكن سرير هنا وأوريك السرير الثاني، هذا هو ممكن حلو نظيف مرتب، مع إني كنت زعلت عليهم عشان المواقف بس ولكن خلينا نشوف شكل الفن بالقطار المزعج للغرش تقريبا عليك نقطة من شيء. أفعل في شيئا في أمبرالات هنا بجد الحق أنا ما أصبح لي هنا السعر كان أقوى اثنين تقريبا، بيتزا وسلطة خضار، سلطة خضراء ولوبيان وثلاثة برتقال واثنين موية كبير، كان 70 يورو.